في الحروب كل شيء مباح، هكذا قالوا ويبدو أنهم صادقون. فكواليس حرب أوكرانيا باتت خير دليل على ألا مانع أن يخفي حليف حرب معلومات لتفادي حرب أكبر تتخطى حدود روسيا وأوكرانيا. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز كشف سلسلة من الخفايا التي تدور في أروقة الحرب، وربما كانت سبباً رئيسياً لما وصلت إليه حالة القوات الروسية. على رأس خفايا الحرب، واشنطن وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية حاولت منع مخطط أوكراني لاغتيال رئيس الأركان الروسي فاليري جراسيموف عبر حجبها معلومات عن الأوكرانيين تخص زيارته للخطوط الأمامية للحرب. إخفاقات تكتيكية ولوجستية أيضاً عانى منها الجيش الروسي، إذ وصف جنود تم الوصول إليهم عبر الهاتف داخل المستشفيات الروسية أنه تم إرسالهم إلى الحرب بقليل من الطعام والتدريب والرصاص وبمعدات لا يعرفون كيفية استخدامها. أما الهواتف المحمولة التي استخدمها الجنود الروس للاتصال بذويهم فكانت سيفاً ذا حدين، إذ مكن ذلك الجيش الأوكراني من تحديد مواقعهم واستهدافهم. أيضاً ساهمت بعض الانقسامات داخل القوات الروسية بخلافات وصلت إلى حد استهداف قائد دبابة نقطة تفتيش روسية بشكل متعمد وفق نيويورك تايمز. تقرير قدم رؤى جديدة للحرب الدائرة منذ شهور، فمن خطط المعارك الروسية السرية والاعتراضات والمقابلات مع الجنود الروس وصولاً إلى جهود الولايات المتحدة لمنع حرب مباشرة مع روسيا.